يبارك فيه ان شاء الله، ربي يحفظه، ربي يبارك فيه ان شاء الله. يحكي الواقع اللي معايش. شرعنا فيه للتحضير للانتخابات الرئاسية، وهي استحقاق هام تنبني عليه كل المنظومة المؤسساتية في البلاد، ويمثل أساس الشرعية، ويعكس وحدة وقوة القرار الوطني، ويتطلب مشاركة شعبية واسعة تعطي لخيارات البلاد وسيادتها مرتكزا شعبيا. هو الجدار الذي تتحطم عليه مؤامرات الأعداء الذين أصبح يتزعمهم اليوم من كنا نظنهم أنهم أشقاء. ونتمنى أن تكون هنالك ترشيحات جادة خلال الأيام القادمة، ونحن في حركة البناء الوطني نرحب بكل الترشيحات التي تخدم الديمقراطية وتخدم التعددية السياسية وتخدم تناطح البرامج وتخدم التنافس بين المتنافسين لإسعاد المواطنين ورفاهية المجتمع، وتخدم تمكين الجبهة الداخلية، وتخدم تجريم النسيج المجتمعي، وتخدم محورية دولتنا وريادتها. وبهذه المناسبة ندعو الإطارات النسوية أن يترشحن إلى مختلف المناصب السيادية والسياسية والتنفيذية.